وصار العمانيون في تاريخهم على هذا المنوال. ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليقرأ ما كتبه علماء عمان في السياسة الشرعية، وليرجع إلى سيرة واحدة هي سيرة الإمام محمد بن محبوب التي كتبها رداً على أسئلة أتت إليه من أهل المغرب، وضح فيها السياسة الشرعية التي ينبغي أن يسير عليها الإمام مع المسلمين في السلم والحرب. يجد أن هناك قواعد سار عليها المسلمون العمانيون أو العمانيون بصورة عامة في تاريخهم منذ أن دخلوا الإسلام إلى يومنا هذا، قواعد ذهبية في التعامل مع المسلمين في وقت الحرب. ولنتوسع أكثر ونذكر نماذج لأولئك الحكام الذين ساروا في عمان بالدين الإسلامي متمسكين به وبمبادئه، ولنذكر قصة جميلة في هذا الصدد، قصة الإمام الوارث بن كعب الخروصي، وهذا الشخصية مشهورة قصة وفاته. فمما يروى أن في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي سقطت أمطار كثيرة على عمان ونزلت الأودية، ومن ضمن الأودية التي نزلت في عمان نزل الوادي الذي يشق مدينة نزوى اليوم والذي يسمى وادي كلبو، ونزل بغزارة أكثر من المعتاد، وكان على ضفة هذا الوادي يوجد سجن الإمام الذي فيه المساجين، وطبعا هو السجن ليس كما هو اليوم وإنما عبارة عن أشجار متحلقة متراصة، وكان المساجين يعيشون تحت هذه الأشجار ولكن مقيدين. وطبعا اليوم يعني إذا حاولنا أن نحدد موقع هذا السجن فهو يقع إلى الشمال الغربي إلى نزوى، يعني في اتجاه بهلة، المار اليوم في وادي كلبو يمر باتجاه بهلة، يكون السجن على اليد اليسرى باتجاه بهلة. عموما زاد فيضان هذا الوادي، فقال الإمام أن الوادي أو أنه أخبر بأن الوادي يقترب من السجن، فطلب الإمام من الناس أن يذهبوا إلى المساجين ليطلقوا سراحهم كي لا يموتوا في الوادي، ولكن أمام غزارة تلك المياه المنجرفة في ذلك الوادي خاف الناس من عبوره، فما كان من الإمام إلا أن قال: تلك أمانتي وسيسألني الله يوم القيامة عنهم. ثم بدأ بعبور الوادي يذهب إلى أولئك المساجين ليطلق سراحهم، وما أن توغل في الوادي حتى جرفه الوادي وأودى بحياته. ولكن هذا الإمام رأى أن حياته رخيصة أمام تلك الأمانة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في عنقه. هذا مفخرة للعمانيين أن يكون حاكم بهذه الطريقة يخشى على مساجين، وهؤلاء لم يسجنوا اعتباطا وإنما قد ارتكبوا جرائم يستحقون من خلالها السجن، ولكنه عندما تذكر بأنهم أمانة جازف بحياته فمات غريقاً.